وهران. روحي يا وهران روحي بسلامة بسلامة بسلامة. وهران الباهية، وهران الشابة، غرب الجزائر. مرحبا بكم في وهران، مزيج من الثقافات والحضارات. كانت من ديما محط نظر أطماع المستعمر. وهران وهران رحت للزهرة، وتعاقبت عليها سلالات حاكمة محلية بحال العثمانيين. رانا في قصر الباهي هنا، قصر الباهي. ومسجد الباشا واللي شفناهم بشكل مفصل في الفلوغ السابق. ومن بعد تعاقب عليها استعمار كل من الإسبان والفرنسيين. هذه لافاسات هذه بانتها فرنسا بحكم المدة اللي استعمر فيها الفرنسيين الجزائر. بقوا مجموعة من المباني والكنائس بحال هذه اللي رجعت مكتبة. حولوه من كنيسة ردوه مكتبة. دروك راه مكتبة فيها جميع الكتب، زعما تبغي تدخل طالع ولا لا سيما مازال راه فيها المعالم تاع الكاتدرائية كما كانت بكري. أما بالنسبة للاستعمار الإسباني فكان علينا نطلعوا لجبل مرجاجو فين موجودة كنيسة سانتا كروز واللي شفناها كذلك في الفيديو السابق، ولكن واللي ما كنتش عارفه باللي ألد الأكلات بالنسبة لي خارجة من هذا المكان. كاران أو كارانتيكا بالوهران. وتعرف هذيك اسمها الكارانتيطا، تعرفها؟ الله يودي كاران ديالنا. أيوا أوكي، كارانتيكا خرجت من المرفور. داكشي علاش؟ خرجت من سانتا كروز. الأصل ديالها إسباني. إسباني، هي خرجت من سانتا كروز. كانوا فيه رامي إسبانيون. حاصروهم. ما لقاوش كيدو يخرجوا، ما لقاوش ياكلوا. كان عندهم الخبز والحمص. دقوه ودخلوه. حماوه كي خرجوه هما يقول له كارنانتي. وحنا دينا فيها كارنتيكا، هما كارنتي هي يقول لك النار الحامي. اي هذه بهذا سموها كيقولوا بالله كانوا كيعيطوا له كالينتي. كالينتي يعني الاسبانيه هي سخون، سخون وحامي. هاوجسني ما شاء الله. هكذا شوف باكلا، شوف باكلا كيف تسميوها؟ قلت لي هنايا كارانتيكا. لا عودنا بها، عودنا بها، عودنا بها. عندنا في وجده، في وجده يسميوها كاران. كاران ثاني كاران. محمد مرحبا بك خويا. الله يبارك في خويا العزيز. شوف احنا وهرب وهرب المغرب عقليه كاينه نديروا الماء الحمص هذا فرغوه هنا، نديروا كميه تاع زيت كميه تاع ملح يولي ها ولا هاك. داكشي بمقادير ولا عليك ميزان؟ بالمقادير، بالمقادير كلشي بالمقادير. يعني بالمثال كدير داكشي كلشي بالمقادير، هاك تشوف بالميزان، كلشي بالميزان، كلشي بالميزان. هاي وين بسم الله. هاي اش عندك كوشه؟ اش عندك كوشه؟ هاي بسم الله. هاي وين التراتب؟ تحمر من الفوق. تحمر من الفوق هكا كي توصل كيما هكا طفو عليها من تحت مزيان ونخلوها طيب بحالها في غرفه. حنا نطلبوا ان شاء الله تكون الالفه والمحبه ما بين الجزائريين والمغاربه ان شاء الله. كيما يقولوا كلشي كلشي خاوه، كيما قالت خاوه خاوه ان شاء الله. كل الالفه والمحبه هذا ما نطلب. انا الموت على المغاربه. الله يعطيك الخير. والله انا كانوا عندي هنا تسمع والله الموت على المغاربه. خوتنا كاع خوتنا في الله، لان احنا شاد حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله، هي
الى جمعنا. حاجه اخرى والله الا احتحنا يكون بزاف حابين بعد علينا داكشي علاش راه الناس قلال ولكن الاغلبيه كلشي كيبغي بعضو البعض كيما نقولوا اللي بغى يعرف الجزائر يجينا هذا اللي يقول هذا اللي يقول انا اللي بغى يجي يعرف الجزائر الحقيقه ديالها يجينا حالكم حالتكم والله الله يعطيكم الخير حال محلكم زحفك واحد عيطوا شو عندك بحال ديال وجده بنين صراحه بحال ديال وجده هو هذا هكذا شويه خفيف تعطيهم الصحه رائع بنين صراحه كيديروا هو هذا تقريبا واحد في السنين ونص ما كليتش كهران انا من عشاق ديال كهران كاين هبط وجده ضروري كهران الا ما كانش كهران ما كاين والو بريده بريده كيسموها الشربات بريده وجده كيف وجده كلش لا بريده ولا شكاره واخر شدك مرحبا كاع بخوتنا المغاربة وين ما جاو فوقت ما جاو حنا عندنا لاباستي معروفة حشية بالبوراك اللي يكون بكاع الأنواع دوكا حنا في لاباستي هو لاباستي ولا لاباستي كسمع لي بزاف لاباستي لاباستي هذا هو أعرق سوق وأقدم سوق في وهران في وهران التمر تبارك الله الخيرات تبارك الله ما شاء الله خير تبارك الله الدلال البتيخ التشين كلشي كاين كلشي كاين الزيتون تبارك الله بجميع الانواع ديالو شوف يا خويا مادام حنايا ماشي في وهران بالذات اي بلاصه في الجزائر كاع قول انا مغربي والله غير تشوف واحد ردة الفعل ما تأمنش عقلك سبحان الله زعما خاطي زعما ماشي قال انا مغربيه وباين يا خويا وباين انا جربتها يا خويا يا خويا من القلب جربت هذه النقطه هذه قول انا مغربي وخاطك الشغل لا خاطك كاين شي حاجه خاصتك انا في لاباستي لا كلشي كاين يا بلا لا كلشي كاين بدرعك كلشي كاين داك لاباستي والاثمنه تقريبا اثمنه هنايا في المتناول اثمنه في المتناول يا كاين المليحه وكاين القبيحه تما عندك تدي ما عندكش تدي كله سلع كما قال الدرويش ياكلوا واللي عنده ياكل كلشي كيف كيف
معكم خويا بلال اشهر واحد يدير البوراك هنا في وهران. الله يبارك فيك. كلشي طيب كلشي بروب كلشي سوفيستيكي تاكل في دارك تاكل عند الطبيب هنا ما شاء الله كلشي سوفيستيكي. هلا هذه الورقه ياك نديرو البطاطا سيداتي هي هذيك نديرو البصل نديرو الطماطم والزيتون فوالا نديرو الروز الطحين مع الكفتة نديرو البيون داشي كيما هكا ايا بامي بامي المجرافي مرحبا بكم على الشيف بلال. رانا هنا في لافاستي المغرب وكلهم خاوه خاوه وانا كنبغي المغرب بزاف وكنت ديجا قبل رمضان شهر كنت في المغرب كنت في كازا ومن هذه البلاصه عندي خوتي في المغرب وحبابي نتحيهم بزاف بزاف هما يعرفوا رواحهم اللي هما نبغيهم بزاف عايشين في كازا ورانا متوحشين لهم بزاف وعن قريب ومورا العيد الكبير رانا في المغرب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بارك الله ربي يخليك. هذه هي سيد الهواري هذه هي وهران القديمة هي هذه هذه هي وهران القديمة وما تجيش الحي سيد الهواري بلا ما تشوف قبر الإمام سيد الهواري توفى 1814 وما يمكنش نهضروا على وهران بلا ما نذكروا الراي هذا النوع من الموسيقى اللي وصل للعالمية واللي خرج من هذه المدينة ديسكو مغرب هاد الشركة نتجت أشهر أغاني الراي الأشهر الفنانين منهم المرحوم حسني خالد مامي زهوانية واللي كاملين بهم تزادوا في هاد المدينة فوهران هي مكان ازدياد العديد من الفنانين المشهورين على مستوى المغرب العربي وأشهرهم ثلاثي بلا حدود حزيم مصطفى وحميد واللي رسموا الابتسامة على وجوهنا لسنين طويلة Qui c'est celui-là ? Celui-là, c'est le frère de ma mère. Moi, j'ai dit d'amener ton père avec toi. Son père, il est parti en mission. Alors, sa mère ? Sa mère ! Chez nous, sa mère est à la maison. وماشي بعيد على ديسكو مغرب وبالضبط في واحد من أشهر الأحياء مدينة وهران الحي اسمه قومبيطة في هذا الحي تزاد المرحوم ومحبوب الشعب حسني أو حسن بن شقرون وفي نفس الشارع موجود المكان اللي اغتالوا فيه سنة 1994 الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين دركا دخلنا المقبرة عين البيضاء باش نقلبوا ان شاء الله على القبر ديال المرحوم شاب حسني الله يرحمه هاد المقبرة كيف كتشوفوا
هي واحدة من أكبر المقابر الموجودة هنا في الجزائر، وفيها أكثر من مليون قبر. الله يرحم جميع الموتى وجميع المؤمنين كاملين. خسرة شوية بعيد من عندك. الله يرحمهم كاملين. الله يرحمهم أجمعين. يا ربي. كاين شي واحد مشهور هنايا من غير حسني؟ كاين مساكن الثاني بودا واللي مثلو. شكون هو؟ واري بودا. بود؟ هو واري بودا. هذا هو تيف كاين. واش كاين مع بلا حدود؟ اللي مع بلا حدود. خدم مع بلا حدود. الله مرحمه واغفر له. حسني عاشق الفقراء. وهذا قبر المرحوم جديد محمد مدعو هو لبودا، هو معروف بزاف وكان ممثل. كان ممثل فكاهي من فرقة الأمجاد. كان إنسان طيب معروف عليه بالخير.